أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر، أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس وحدة الثقافة المتحفية. عنوان الدرس: أنا مرمم قطع أثرية. أهداف الدرس: الهدف الأول أن يتعرف الطالب على الجوانب المهمة في عملية الترميم لمقتنيات المتحف المختلفة. الهدف الثاني أن يقدر الطالب أنشطة الترميم بمعاييرها وقواعد السلوك الاحترافية لهذه المهنة. الهدف الثالث أن يوظف الطالب خامات أولية تساعد على عملية الترميم والحفاظ على المقتنيات الأثرية. والآن سوف أعرض لكم فيديو لمقابلة مع مرممين بمتحف الفن الإسلامي بقطر. أنا ريم الخزاعي من قسم الترميم في متحف الفن الإسلامي. أول شيء أنا فخورة وايد بكوني جزء من هذه المؤسسة اللي تهدف للحفاظ على الآثار التاريخية والإسلامية لأفراد المجتمع والأجيال الحاضرة والقادمة. تخصص كيمياء، دارسة في جامعة قطر. عقب ما اشتغلت في مختبر الترميم بديت أخذ دورات في مجال الترميم. قسم الترميم عندنا ينقسم إلى عدة أقسام. عندنا قسم الورق والمخطوطات، عندنا قسم المعادن والمجوهرات، عندنا قسم السيراميك وقسم الأحجار والأخشاب، وعندنا أكبر قسم تابع للمختبر هو قسم المنسوجات. قبل عملية الترميم، أول ما توصل القطعة المختبر أو توصل يعني بشكل عام للمتحف، تكون في غرفة يعني نقدر نسميها غرفة المعاينة. قبل لا نحطها مع باقي القطع لازم نشيك عليها، هل هي تكون خالية من الحشرات مثلا، خالية من فطريات، نشيك عليها نشوفها. إذا كانت سليمة تنتقل إلى المختبر عشان نسوي عليها يعني عمليات الترميم أو عمليات التنظيف، نشوف شنو يعني بيكون وضعها ونشتغل عليها إن شاء الله. مراحل الدراسة اللازمة لأعمال الترميم: أولاً توثيق ورفع جميع التفاصيل والزخارف. ثانياً إجراء جميع التحاليل والاختبارات اللازمة لتوضيح أسلوب تنفيذ مكونات العناصر الزخرفية بالأثر وتوضيح نسب مكوناتها. ثالثاً وضع خطة وأسلوب العلاج والترميم للأثر طبقاً لما تسفر عنه نتائج التحاليل والاختبارات. رابعاً اقتراح المواد والمذيبات المستخدمة في أعمال الترميم وتجريبها بحيث لا تؤثر سلباً على العناصر الزخرفية بالأثر. انظر عزيز الطالب إلى المخطط الذي أمامك لقطعة من السجاد توضح عملية رسم وتوثيق للقطعة الأثرية والأماكن المفقودة بها والمقاسات والتفاصيل الزخرفية. وهنا نموذج آخر لرسم تخطيطي لحائط أثري قبل البدء بترميمه. يوضح فيه المرمم خريطة مرسومة للحائط مع وضع مفاتيح للخريطة بألوان مختلفة توضح أماكن الأجزاء المفقودة وأماكن التقشير والتآكل السطحي والزخارف والأملاح والشروخ التي بالزخارف والفراغات المرئية أسفل الزخارف والأجزاء المستحدثة لترميمات سابقة. وهنا نموذج تخطيطي آخر لسيف أثري يوضح فيه الفنان بعض الأمور الهامة في الزخرفة ونوعها ومقاساتها وهكذا. عدد أقسام الترميم ومجالاته. وضح مراحل الدراسة اللازمة لأعمال الترميم. بشكل عام ترميم القطع وتنظيفها يعتمد على القطعة نفسها والقسم التابع له. مثلا قسم الحديد والمعادن يستخدمون طرق خاصة فيهم كتنظيف القطعة أو صقلها بأنواع وأجهزة خاصة. أول ما توصل القطعة المختبر نشتغل عليها، نشوف أول نعاينها، نشوف نوع الصدأ، هل هو صدأ سطحي أو صدأ داخلي. تتم إزالة طبقة الصدأ بأدوات مختلفة، ممكن
مثل شغل المتل، هاي الأدوات، وحتى مثل أدوات طبيب الأسنان ممكن نستخدم الفراشي، إزالة أتربة سطحية أو شغلات بسيطة. وعندنا جهاز يستخدم لعمل البولش لسطح المتل، سطح أي نوع من المعادن، ولا فراشي مختلفة تختلف باختلاف عمق الصدى، عمق ضرر القطعة نفسها. ممكن قسم السيراميك وقسم الأحجار يعتمد على نوعية ثانية، مثل استخدام بعض أنواع معينة من الكحول لتنظيف السطح الخارجي للقطع. قسم الأخشاب والأحجار. ترميم قطعة خشبية. أنا الآن أقوم بعمل تنظيف للقطعة الخشبية التي تسمى المقنس، والتي تمت معالجتها سابقا وتغيرت بفعل الزمن إلى شقوق مثل هذه الشقوق. هذه الطبقة التي علي إزالتها لرؤية اللون الأصلي، لأن اللون يتغير بمرور الزمن. وكما تلاحظون هنا، عملية تنظيف تظهر اللون. أنا أستخدم مادة الكحول لتنظيف السطح من كل بقايا الصمغ القديم. هذه الأجزاء الصغيرة يجب أن أقوم بإعادة ترميمها لما لها من أهمية، وهذا ما أقوم به الآن. ولأتمكن من رؤية هذا العمل، فأنا أستخدم العدسة المكبرة لرؤية الأماكن الصغيرة، حيث أقوم بالترميم بتثبيت القطع الصغيرة باستخدام مادة صمغية تحتاج إلى وقت لتجف. قسم الأوراق. عندنا في قسم الورق ممكن نستخدم فراشي وأنواع خاصة من الإسفنج، وممكن حتى ندخل التنظيف بالأجهزة الخاصة مثل أجهزة الفاكيوم، نستخدمها لشفط بعض الأنواع الأقبرة واللي تكون عالقة في سطح الصفحات نفسها. قسم المنسوجات. حسنا، سوف أعد قطعة أمامكم، والتي هي قطعة جميلة من العصر العثماني. المشكلة الرئيسية هنا كل هذه الخيوط المعدنية وهذا التطريز الجميل الذي ترونه أمامكم، فيه ضرر كبير. ما الذي علينا فعله لجعله يدوم ويتحمل فترة العرض الطويلة في معارضنا؟ نحن نقوم باستخدام مواد دائمة ومصنعة من مواد طبيعية. أقوم بترميم هذا الضرر باستخدام تقنية خاصة بحفظ القطعة لتقليل زمن تآكل القطعة وإطالة عمر هذه القطعة. يجب أن أقوم بتغطية القطعة بورقة شفافة لحماية القطعة من تلامسها مع بشرة يدي خلال العمل. أولاً، أقوم بتفقد ما إذا كانت جميع الخيوط في مكانها مثل هنا وهنا، ومن ثم أقوم بتسويتها لاستعادة الشكل الأصلي لهذا التطريز. أضع نوعا من الدعم والذي قصصته ليشابه قطعة التطريز، وأضعها داخل وتحت الخيوط المعدنية. أكبر مشكلة قد تحدث هو عدم قص الشكل بالطريقة المناسبة والملائمة ووضعها أسفل الخيوط المعدنية. تحتاج أن تشعر بالقطعة تمر أسفل النسيج المعدني، وتدفع الطرف المتبقي من القطعة باستخدام إبرة التطريز المعدني بحذر، حيث تستغرق وقتا طويلا، حيث عادة يتطلب الأمر الصبر وحبس الأنفاس لإنهاء العملية، وبحذر شديد ضعها أسفل النسيج المعدني. قسم الإكس راي. بالنسبة لقسم الإكس راي، عندنا متوفر عندنا جهاز الإكس راي، نحط فيه أي قطعة نكون مثلا شاكين أن هي كانت مكسورة أو مترممة وما عندنا معلومات كافية عنها، فنحطها في الجهاز تبين لنا صورة الكسور وأماكن الترميم الحديثة اللي انضافت على القطعة. بالنسبة لبعض المخاطر اللي تواجه المرمم، ممكن يعني كثرة التعرض للمواد المستخدمة الكيميائية، وهي يعني ما تستخدم أصلا بشكل كبير إلا في حالات بسيطة، وممكن التعرض لجهاز الإكس راي. بشكل عام، إذا كانت القطعة تحتوي على أي نوع من البكتيريا أو أي نوع من الفطريات، لازم أول شيء نكون لابسين قفازات نحمي نفسنا، أن بحيث لو لامسنا القطعة ما ننقل هاي الجراثيم للشخص نفسه. بعد ممكن نستخدم في الترميم وفي التنظيف الكحول،
لازم نكون لابسين كمام، ونكون عندنا بعض الأجهزة اللي تشفط الأبخرة. لو كنا مستخدمين أنواع كيميكالز تضر بصحة الواحد، فنلبس أنواع معينة من الكمامات تحمينا من تنفس هاي المواد وإدخالها لأجسامنا، وعندنا بعض الأجهزة اللي تساعد في شفط هاي الأبخرة الضارة. ما هي المخاطر التي يواجهها المرمم عند عملية ترميم القطع الأثرية، وكيف يمكنه الموازنة بين المحافظة على صحته الشخصية وسلامة القطع الأثرية؟ بعد الانتهاء من عملية ترميم القطعة نقوم بحفظها في علب خاصة. توضع القطعة بشكل خاص، نكون مرتبين لها مكان ومحطين معاها سبورت يكون يحفظ القطعة من أنها تتحرك وقت التخزين أو وقت النقل، ونستخدم معاها ورق خاص يكون أسيد فري عشان يحافظ عليها من الأكسدة أو أي عامل ثاني. وفي بعض الأحيان للقطع الحساسة أو اللي ممكن تتأثر وايد بالرطوبة والحرارة نحط معاها جهاز يكون يعطينا إذا كان في أي ارتفاع في الحرارة أو في الرطوبة، يوصل على الكمبيوتر يوصلنا تنبيه أنها القطعة يعني متأثرة، فنروح نشيك عليها نطلعها ونشوف يعني شلون وضع. عقب ما نحفظ القطعة في بوكس خاص نحط عليها كل المعلومات، نبينها برا على البوكس مصدر القطعة ورقمها، وإذا كانت قطعة حساسة في النقل لازم نكتب عليها عشان اللي أي يستخدمها أو أي مثلا عنده أي بحث أو شيء مع القطعة يكون يشيك عليها يشيلها بانتباه. عادة في المتحف نقوم بعملية تبديل للقطع المعروضة في الجاليري على أساس نحافظ عليها من مدة تعرض طويلة للضوء أو اختلاف في درجات الحرارة، فنقوم بإرجاع القطع للمخازن حفظها وعرض قطع جديدة تكون اوريدي يعني مخزنة عندنا، فتكون القطع المخزنة ارتاحت ونرجعها للعرض مرة ثانية. بعد عملية ترميم القطع الأثرية كيف يتم التعامل معها وما هي الطريقة الأنسب لحفظها؟ والآن عزيزي الطالب يمكنك محاكاة عملية ترميم الآثار لقطعة من السيراميك أو الفخار. الأدوات المستخدمة: ورق جرائد، مزهرية من الفخار أو السيراميك، صمغ قوي سائل، مطرقة، قفازات، شريط لاصق شفاف. قم بارتداء القفازات وافرش ورق الجرائد على الطاولة، ثم قم بتغليف المزهرية جيدا مستخدما ورق الجرائد والشريط اللاصق. اطرق المزهرية بالمطرقة 3 أو 4 مرات فقط، وتأكد أنها انكسرت داخل التغليف الذي أعدته سابقا. استخدم المقص وبحذر شديد قم بفتح الغلاف، ومن ثم جمع القطع مع بعضها البعض باستخدام الصمغ السائل من الأسفل إلى الأعلى حتى تنتهي من العملية. ثم قم بتنظيف الأجزاء الزائدة
من الصمغ باستخدام الكحول. والآن عزيزي الطالب، قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. دمتم فنانين وإلى اللقاء.